أهلا وسهلا فيكم في مطبخ عالم النكهات. اليوم عنا وصفة جديدة. قبل ما نبدأ بالوصفة يا جماعة حابين نخبركم إنه راح يكون في تسجيل صوت فوق المقاطع لحتى نخليها أوضح توصل الفكرة بشكل أبسط. فإذا حبيتوا الفكرة لا تنسونا من الدعم، تحطونا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ويلا نبلش. وصفتنا لليوم طيبة وسهلة التحضير كتير، اللي هي رول اللحمة محشي بالخضار والجبنة. طبعا كل المقادير موجودة بالوصف اللي حابب يشوفها. منبلش أول شيء بتتبيل اللحمة، بنحط لها ملح وبهار. طبعا الملح والبهار على حسب رغبتكم، يعني اللي حابب يزود ينقص هذا شيء راجع لذوقك. وهلا منضيف البصلة، طبعا بصلة كبيرة أو تنتين صغار. منضيف نص ساعة تتبيلة اللحمة ومنخلي النص الثاني لبعدين لأنه راح نحتاجه. وبعدها منضيف كاسة الكعك اللي هي البقسماط، وبعدها منبلش نعجن شوي شوي. وهلأ بنبدأ بطريقة تحضير الحشوة. منجيب فنجان زيت صغير، منضيف عليه نص البصل اللي تركناها قبل شوي، ومنقليها لبين ما تدبل، ومنضيف عليه رشة ملح وبهار بسيطة هيك خفيفة للتطعيم. بعدها منضيف الفطر ومنقليهم مع بعض لحتى ياخد الطعمة. طبعا هون نحن اخترنا نعمله بس بالفطر، يعني إذا أنتم حابين تضيفوا من عندكم زرة جزر إلى آخره من هالأمور، فهي المرحلة هي المناسبة لهالموضوع. وهلأ منبلش بنبشر الجبنة الصفرة الشدر، وبعدها منروح لحتى نجهز الرول. وهون منحط ورق القصدير وفوقه منجيب ورق زبدة، طبعا يفضل يعني نجيب ورق زبدة، ومندهنه مسحة زيت. ومنجيب قسم من اللحمة منمده بشكل مستطيل ومنكبسه ومنرصه لحتى يتساوى. وهون منبلش نحط جبنة الشدر على كامل رص اللحمة اللي سويناه، وفوقها منجيب الحشوة اللي حضرناها قبل شوي ومنرتبها فوق كامل القرص. منجيب جبنة موزاريلا ومنرشها فوق الحشوة بشكل كامل. طبعا بالنسبة للجبنة اللي حابب يعملها كلها شدر أو كلها موزاريلا أو الاثنين مع بعض ما في مشكلة، يعني ما بيأثر. هلا منلف الرول بهذا الشكل ومنرص لحتى تضل اللحمة متماسكة. هون الرول صار جاهز، هلا بس منرصه من الطرفين بشكل منيح وبعدين منلفه بورق القصدير. وصار جاهز للفرن. وهون بنعيد الوصفة نفسها بس بدون خضروات، لأنه أنا ما بحب الخضروات، فالعصاطير دائما مميزين. يعني هاي الوصفة بس نفس القديمة بس لحمة وجبنة بدون خضروات. هلأ هون عم نعمل خلطة لتلميع اللحمة، اللي بيحب يعمله واللي بيحب ما يعمله، هي بتعطي طعمة طيبة يعني للحمة. مكوناتها معلقتين كاتشب أو معلقة دبس فليفلة ومعلقة دبس بندورة وشوية زيت وبودرة ثوم، نخلطهم مع بعضهم صحتين. وهنا بعد 45 دقيقة طالعنا اللحمة من الفرن وفكيناها من ورق القصدير. طبعا هي هيك بتتقدم وصارت جاهزة، بس اللي بيحب يحمرها لا بأس أو يضيف الخلطة اللي سويناها قبل شوي. هذا الدهن اللي موجود بالصينية بنرجع منشيله نفسه ومنحطه على اللحمة لحتى تضل عم تلمع. وبعد ما دهناها بالخلطة اللي قلنا عليها بناخذها على الفرن يعني كم دقيقة لبين ما تتحمر. وبعدين بنطلعها من الفرن وبنستناها شوي، بعدين بنقسمها لحتى تضل اللحمة بالقوام الحلو ما تفرط يعني. وهيك بنكون وصلنا معكم لاخر وصفتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره انه انا علقت بصوتي. وما بدنا اياكم تنسونا من الدعم، اللايك والشير والاشتراك لحتى يوصلكم كل جديد. واللي حابب يتواصل مع مطبخ عالم النكهات كل الروابط راح تلاقوها موجوده بالوصف. والسلام عليكم.